الجنرال باسيل، القائد الثالث والأخير للواء الحرس الجمهوري في عهد عون. قبل الانتخابات النيابية في منتصف أيار الفائت، رصد إعلاميون ومواطنون وجوها من الحرس الجمهوري في مواكبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في جولاته الانتخابية. أصحاب المدرسة التبريرية كانوا يقولون أن زوجة الوزير باسيل السيدة شانتال عون باعتبارها ابنة الرئيس يحق لها بعنصرين أو أكثر بقليل، وأن باسيل استأثر بهم، لكن فات هؤلاء التبريريون أن عناصر الحرس يواكبون صهر الرئيس إذا كان في مهمة كلفه بها الرئيس. بالتأكيد لم يكلف رئيس الجمهورية صهره بمهام رئاسية انتخابية، فالجولات كانت انتخابية، وفي أكثر من مرة صرح رئيس الجمهورية بأنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ومن باب أولى أن لا يفصل عناصر من لواء الحرس لمواكبة صهره. إذن مواكبة باسيل كانت مطعمة بعناصر من الحرس الجمهوري، حتى لو نفى هو شخصيا هذا الأمر، لكن ما تكشف أظهر أن المسألة أبعد بكثير من مجرد فصل عدة عناصر لمواكبته. إنها مسألة محاولة وضع اليد على لواء الحرس الجمهوري في تحد سافر لقائد لواء الحرس العميد بسام الحلو الذي رفض الطلبات المتكررة لرئيس التيار جبران باسيل. انفجرت العلاقة بين باسيل والعميد الحلو، طالب باسيل بتشكيله وبتعيين قائد جديد للواء الحرس. قبل هذا الطلب برفض صارم وقاطع وحاسم من قيادة الجيش، وبأن يبقى العميد بسام الحلو في مركزه على أن يعطى إجازة ويتولى المسؤولية مكانه العقيد مارون إبراهيم. يقول خبير مواكب للمؤسسة العسكرية أنه لم يحدث في تاريخ المؤسسة ما يحدث اليوم في لواء الحرس الجمهوري، فللمرة الأولى في تاريخ هذا اللواء يطلب استبدال قائدين في عهد واحد. الاستبدال الأول تم في نيسان من العام 2019 باستبدال العميد سليم فغاله بالعميد الحلو، والاستبدال الثاني لم ينجح عبر محاولة استبدال الحلو بضابط يختاره باسيل ويقترحه ورئيس الجمهورية، لكن قيادة الجيش استبقت الأمر بالإصرار على إبقاء الحلو في مركزه. لم يتدخل الأصهار في عمل قائد لواء الحرس، لا صهر الرئيس زهراوي ولا صهر الرئيس لحود ولا صهر الرئيس ميشيل سليمان. وحده صهر الرئيس ميشيل عون يريد أن يشذ عن القاعدة. أقفل عليه باب التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية، وهو تدخل حاوله باسيل منذ اليوم الأول للقيادة الحالية، وحاوله مع وزراء دفاع تعاقبوا على المؤسسة، وحاول بعضهم أن يكون مؤتمرا من باسيل بدل أن يكون درعا واقيا للمؤسسة من الذين يحاولون أن يتدخلوا في شؤونها. ويقول المراقب المخضرم: لقد تجاوز الوزير باسيل كل الحدود، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بأي حق يحتفل بذكرى شهداء الجيش في خابة الشهيد؟ هل استأذن القيادة؟ وكيف يقام احتفال لذكرى شهداء الجيش وليس فيه ممثل عن قيادة الجيش؟ ولم توجه دعوة إلى قيادة الجيش. من يدعي الحرص على المؤسسة العسكرية لا يصفها في أحدث إطلالاته التلفزيونية بأنها مفككة، ومن يريد أن يتمعن أكثر في حرصه على المؤسسة فليراجع هذا الحرص مع اللواء عصام أبو جمرة والعميد فؤاد الأشقر واللائحة تطول.